أنا بعتبره زهرة بحد ذاته وفنان شامل، حدا اشتغل على حاله بطريقة رائعة، حدا كد وتعب صار له 10 سنين عم بيشتغل على هيدا الألبوم. It's a piece of art وحرام ما يكون عند بكل بيت بلبنان، شي رائع. سنتا كرم، thank you. صوته بيتوصل لكل العالم مش بس بلبنان، تعدى الحدود اللبنانية لأنه هنيك بيقدروا أكثر من هون. طارت الساعات طارت الأيام نشفوا دمعاتي زعلوا الخبريات. بعرفه لمايك من أول ما بلش يشتغل، كان رفيقي، هو بالنسبة لألي إنسان عبقري وأرتيست بكل معنى الكلمة، كل شيء خاصه بالآر هو مايك. أول شيء أنا كتير سعيدة إنه مايك أخيراً قدر يحقق هذا الحلم اللي كان عم بيراوده من زمان، وقدر يحقق هذا الألبوم اللي بعتقد يعني إنه قدر يعمل فيه شيء جديد ومميز مايك بيشبهه لإله. واللي أكتر شيء لفتني بالألبوم هو التوزيع الجميل، وبدي أقول كمان إنه انبسطت كتير بالديزاين تبع السيدة، حبيته كتير. اللي صار إنه كنت بكونسرت تور مع جهدة وهبة وتعرفت على بروديوسر عراقي بلجيكي اللي هو أسامة عبد الرسول، موجه له تحية. طلعنا بفكرة إنه نعمل هالعمل سوا ونتشارك فيه. أنا يا حبيبي كان لازم حبك على القد، يا حبيبي ولا مرة كان حبك جد يا حبيبي. كنت كتير مشتاقة إني أجي بس أسمع شو عامل، لأنه بعرف إنه إنسان مبدع وهو من الأشخاص اللي كتير تعبوا على حالهم. بقى بدي أقول له مبروك من قلبي، وإن شاء الله هالسيدي يكون انطلاقة لسديات تانية كمان. ميوزك تبعه في شيء جديد عم يعمله، إن شاء الله يكون دايما طريقه بهالفن طريق سليم، لأنه صار بدنا مستوى شوي أكبر وأعلى بالفن. أنا بعرفه أكتر من خلال الميوزك تبعه، الموسيقى تبعه بتعبر عنه، بتعبر عن شخصيته، عن ثقافته الموسيقية وثقافته الكتابية والمسرحية وكل شيء. فرجعت تعرفت عليه بعدين وشفت أنه فعلا هو صادق إنسان بيشبه موسيقته بيشبه شغله. فبهني من كل قلبي على السيدة الحلو، أنا سمعته كله نوعا الراقي من الفن الموسيقي. واخيرا هلا جايين كلنا سوا وقلبنا عم بترتل، فزياده انه مايك بغني وكثير منيح وبالف موسيقته، وانا بحسه شاعر وكثير بيكتب قصص هيك بشكل كثير كثير مرهف مثله هو، يعني مثل شخصيته، طريقه بساطه وبذات الوقت عمق كثير كبير. كنت اقول يا الله ليش ما في بلبنان شيء هيك، فانه مايك فشل خلقه. بدي اقول له مبروك، والسي دي تبعه بيرفكت، مبروك. حدا كتير خلاق وذكي، كان قرار مش هين لأنه حتى يفوت على هالمجال اللي تعرف اللي فيه من كل شيء. أنا برأيي داعس بقوة لأنه كتير جدي رشارش على الموسيقى، كتير حلوين الأغاني، كتير في مستوى بالكلمة، يعني هيك خي بتحس أنه بس تسمعه هيك ردلنا الروح لنسمع شيء له قيمة. تعاونت مع يوهان كوزينس من بلجيكا ومع تانيا نصر من لبنان، فكرة كتير مهضومة وخوتة ومجنونة وبتشبهني فيها، بقلبها مانوكان شمع محطوط حدي عم بحكيها كل الوقت. صور كليب تاني كمان لو في يطير، بس هيدا بعد كذا شهر لأنه هلأ عم بينشغل ببلجيكا على البوست برودكشن. أنا كنت الدايركتور على الميوزك فيديوز تبع مايك. It's an asset, it's worth أنه كل واحد يكون عنده هيدا الألبوم ببيتوك. All the luck لأنه بيستاهل كتير 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 كل شيء. يا حكاية حلوة بكتاب مبارح، ترقى تطوط وبكل المطارح
مزبوط انه صور مايك ماسي اغنية خلصنا بقى، ولكن خلصنا بقى فن شوي هابط. خلصنا بقى مزبوط انه اخذ 9 سنين، صار لازم بقى يتقدم الفن اللبناني. انا بدعي الكل انه يجيب هذا الالبوم لانه انا سمعته وكتير حبيته. مايك ماسي موفق. خلصنا بقى، خلصنا بقى، خلصنا مشاعر تعبنا من الهوى. نحن كلنا بنفتخر فيه. ابني شو ما حكيت، هيدا ابني، شهيتي مجروحة. بتمنى له كل شيء حلو، وان شاء الله من هيدا السيدي لكذا سيدي ان شاء الله يا رب. Je suis tellement contente que ça arrive enfin. Tout le monde apprécie ta musique parce que vraiment tu le mérites. كلمة مش أكيد، كلمة بتجيب وبتودي وعم نرجع للعيد يا حبيبي. عم سألوني إذا بعرف موسيقته، مش بس بعرفها، بحس فيها وبصور عليها ومنتجت شقف كتير من فيلمي على موسيقى مايك يلي كان كومبوزر لفيلم اللي حينزل قريبا. في 26 تراك موسيقى وفي غنية كمان بصوتي بقلب الفيلم. كتير مبسوط بهذا الشغل ومتحمس له يعني، وفي نقلة نوعية للسينما اللبنانية عم نلاحظها، ومحظوظ أنا أني كتبت اليوم هالعمل. مبسوط كتير انه اتشارك مع الناس بشيء انا بيشبهني، وصلت بعد 9 سنين من الشغل عليه، يعني حس انه عبالي اقدم لكم اياه. وبالاخر وقت عامل ما عمل حيالله شيء، يعني السداء عن جد رائع وبغنى عن انه الواحد يحكي عنه. في من كل انواع الموسيقى مجموعين سوا، خليط ثقافه موسيقى رائع. حتى بالحب في حروب. شغل لذيذ صار بين بلجيكا ولبنان، في بقلبه فيوجن من كل شيء شوي، طبخة مهضومة خفيفة نظيفة، ألحان بتفوت على القلب. سميت الألبوم يا زمان لأنه في كتير جو من النوستالجيا ومن العودة إلى الماضي، وفي كتير مطارح حتى استوحيت من طفولتي، إن كان بالأغاني وإن كان إذا بدك الكوفر إذا انتبهتي، والشغل كله فيه هيك فينتج ستايل. لكل الناس يلي عبالهم يسمعوا موسيقى وعبالهم يخففوا تلوث سمعي، هلا مش مجبورين يحبوه، بس مجبورين يتحشروا شوي ليشوفوا شو عاملين، لانه طالع عن الاوردينري. يعني نيكست ستيب انه عندنا الفيلم والالبوم، عندنا الكونسرت تبع الالبوم، فلاقوني كلكم، كثير عبالي اشوفكم بالكونسير. غير لون عيونك، اخبارك، حكيك وجنونك، بلكي بنسى حمل نفكر فيك. انا بعرف غني اكثر ما احكي، وبعرف اكتب الكلمات يلي ما بتجرأ قولها للناس، وهيدا الشيء بشكر الله عليه، وقال لك كارثه.